مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي بدعاء لأهلنا في فلسطين. اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في فلسطين. اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يضام، أرنا عجائب قدرتك في تحقيق نصرهم. اللهم نستودعك مصر نبيك وحبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. النهاردة حلقتي هنتكلم فيها عن فضل قراءة القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم، أو من فضل قراءة القرآن الكريم، قال صلى الله عليه وسلم إن كل حرف من قراءة القرآن الكريم له لك به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي قراءة القرآن رحمة للمسلمين، وعشان كده اسمحوا لي النهاردة هتكون حلقتنا عن فضل قراءة القرآن الكريم. واسمحوا لي أرحب بضيف حلقة النهاردة، القارئ رضا محمد. أهلا بيك يا أستاذ رضا. أهلا بحضرتك، نورتني وبأسرة البرنامج. الحمد لله. اسمح لي أن احنا نبدأ حلقتنا بقراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، اتفضل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رب ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الله العظيم. طبعا قراءة القرآن الكريم أو قارئ القرآن الكريم لازم يتمتع بحلاوة في الصوت، ولكن الأهم هي الأحكام، أحكام قراءة القرآن. فهل الأحكام حضرتك بتكون دارسها أو عارفها، أو منين بتعرف أن أنت بتقرأ القرآن زي ما بيقولوا او زي الاحكام مظبوطه؟ لا اتفضل اتكلم. تمام. يعني في مقرئين افاضل كتير، يعني الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، تعلمت على ايديهم الاحكام يعني باذن الله، الحمد لله. يعني انت تعلمت الاحكام على ايد شيوخ او مقرئين علموك الاحكام؟ طبعاً. احكام قراءه القران الكريم. الحمد لله، نحن بلد فضل. طيب حضرتك طبعا بتقرا قران في او اغلب المقرئين بيقراوا القران في سرادقات العزاء وما إلى ذلك، ولكن للأسف نادرا ما بيبقى فيه قراءة للقرآن في المناسبات السعيدة مثلا زي ما بنقول. فهل في مناسبات أخرى حضرتك بتقرأ فيها قرآن غير العزاءات؟ طبعا في حفلات تكريم، في طبعا حفلات تخرج كتير يعني من الحفلات يعني. طب ده كويس جدا ان مش بس قراءة القرآن بتكون مقتصرة على العزاء او المناسبات سعيدة يعني، الحمد لله. يعني في مناسبات سعيدة، كويس جدا. يعني نتمنى ان حتى في المناسبات الاخرى السعيدة حتى نفتتح بقراءة القرآن الكريم. تمام. وده بيكون فيه طبعا بركة ورحمة لنا جميعا. طيب احنا عايزين نستغل الحلقه على قد ما نقدر في قراءه القران الكريم. تمام. فبرضه حضرتك هتقرا لنا ما تيسر من القران الكريم، ولكن يا ريت نطول شويه في القراءه. ان شاء الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أمتكم أمة واحدة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب احنا قلنا ان في اغلب المقرئين بيقرأوا طبعا في العزاءات وفي
المواقف اللي زي دي. طبعا حضرتك قلت لي ان انت بتقرا تقريبا في اغلب المناسبات دي عندكم في البلد، وانت اخذت صيت معين. هناك مواقف حصلت لك، مواقف سواء كانت حلوه او وحشه، كلمنا عن بعض هذه المواقف. هو انا كنت في حلوان، كنت طبعا في عزاء والد صاحبي، ماشي، صديق ليا يعني، فانا عارف بيته. ففي قبل ما اوصل بيته بشارعين كده كان في عزاء برضه، فقلت احود اخد واجب العزاء برضه يعني هذا. فبعدين ايه، قعدت 10 دقايق وبعد كده اتنقلت لوالد صديقي ده للعزاء. لو انت هتتلو القران في العزاء التاني ان شاء الله، بس انا قلت له اني مش هقرا يعني كده، فهو ايه، هو قدمني. فبعد ما قعدت 10 دقايق في الصوان الاولاني، فروحت هناك طبعا العزاء بتاع والد زميلي ده، فقلت له مش هقرا وكده، قال لي لا هتقرا، وراح مقدمني يعني في العزاء. فقرات الحمد لله وربنا وفقني. انت شايف ان من اهم مقومات قارئ القران ايه؟ يعني اهم حاجه الصوت، ولا مش شرط حلاوه الصوت ورنا يعني يكون رنان كده وحلو، اهم حاجه مثلا الاحكام او جوده التلاوه؟ طبعا لازم جوده التلاوه والاحكام طبعا، لكن في حلاوه الصوت دي يعني مش المهم، نقرا القران كما انزل الحمد لله. يعني اهم حاجه ان انا اقرا القران بطريقه صحيحه. الحمد لله. طيب طبعا اي مجال بيكون الواحد عشان يكمل فيه اكيد بيواجه فيه صعوبات، قارئ القران وفي مؤخرا ايه اهم الصعوبات اللي بيمر بيها او بيحس بيها؟ الصعوبات طبعا لما مثلا في واحد يكون صاحب العزاء، او مثلا واحد يكون تبع صاحب العزاء، مثلا يجي يطلب منك صوره معينه، ماشي. طيب انا دلوقتي كنت في حلوان، ماشي، كنت بقرا يعني، ممكن اقرا واللي كنت بقراه هناك، وفي شيخ، في واحد طلب مني ان انا ايه اعدي الصوره دي واجيب له الصوره اللي هو عايزها، الايه اللي هو عايزها. طب ما اعرفش الواحد دي يعني مواقف بتبقى محرجة. عامل حسابك او انت مخطط انا هقرا الايات دي او الصور دي، فهم بيطلبوا منك يعني حاجات مثلا معين. بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن اقرا. اتفضل. كنت بقرا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في اخر سوره هود واول سوره يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشي. فأنا طبعا قرأت يعني، أنا خلصت سورة هود وبدأت في سورة يوسف، فجه واحد بيطلب مني أن أنا أقرأ الفاتحة. طيب أنا خلصت سورة هود وبدأت في السورة التي تليها سورة يوسف، طب ازاي يعني اقرا الفاتحه؟ طب هو يعني حضرتك مجبر انك تنفذ طلبه؟ ما اعرفش والله. فالواحد يعني، طب وفعلا يعني لقيت هيظهر على وجهه علامات الغضب، فلقيت نفسي قرات، بدات اقراها. طب الناس يقولوا ايه؟ يعني حضرتك لما بتكون بتقرا، يعني تقصد تقول انك بتكون في مناسبه عزاء وانت بتحب ان او بتلبي طلبات اللي يسمعوا او حابين ايات معينه من القران الكريم وحابين يسمعوها، فبتضطر انك تلبيها أنا حتى لو انت مش مستعد ليها او مش عامل حسابك انك تقراها. بس ده ما دي المواقف يعني بتبقى محرجه شويه، بس انا عايز البي له طلبه برضه يعني دي. طيب بالنسبه للصعوبات بقى في الحفظ مثلا، هل بتلاقي صعوبه في حفظ القران الكريم او في النسيان؟ طبعا احنا عارفين ان القران الكريم لابد من القراءه المستمرة والمتابعة. تمام. عشان طبعا البني آدم بينسى، هل ده بالنسبة لك صعوبة ولا لا؟ لا طبعا بتبقى صعوبة ومسؤولية، لأن أنا طبعا قبل الناس وقبل ما أقرأ للناس بقرأ أمام ربنا سبحانه وتعالى كتاب الله، فلازم كل حرف، مش كل حرف لا، كل تشكيل لازم يكون
طبعا في مكانه ومحله، لان ما بغلطش في اللغه العربيه بس، ده في كتاب الله سبحانه وتعالى. في مشايخ افاضل يعني مثلا زي فضيله الشيخ اسماعيل الطنطاوي، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله عليه طبعا، والشيخ برضو السيد سعيد ربنا يديله الصحه. فالناس دي بتقرا القران بالاحكام يعني، الحمد لله، والواحد يعني بسم الله ما شاء الله متابع طريقهم يعني. ان شاء يعني انت بتقعد تسمعهم وتسمع ايات لمشايخ سابقين عشان برضو عشان المقامات والاحكام بس يعني. برضو الشيخ محمود صابر دي راجل طبعا، راجل يعني، دول الناس دي بتنطق القران بالاحكام فعلا سبحان الله. ففي ناس بتقرا برضو صح بس بطريقه مثلا ورش، طريقه ورش، انما ده حفص عن عاصم مثلا. فاني بتابع طريقه واحده، يكون يا اما مثلا ورش يا اما حفص عن عاصم يعني الحمد لله. طب لو انت بتقرا ايه من القران الكريم وحسيت انك مثلا في حرف او في حاجه اتلخبطت، او كلنا يعني كبشر ممكن نسهو او ننسى، بترجع تلاقي ممكن اكررها تاني بالطريقه الصحيحه يعني، ممكن عادي تغلط وبعدين تكرر تاني، تعيد ما قراته بطريقه صحيحه، اعيدها تاني بالطريقه الصحيحه. ما امكنش ممكن اقل يعني بسمل على صوره تانيه وابدا في صوره تانيه. طيب تمام. طبعا احنا عارفين او جاء في القران الكريم فيما معناه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فطبعا كنا احنا كمسلمين بنقرا القران، ولكن من قارئ القران ويمتهن، او اذا صح التعبير ان هو يقرا القران باستمرار، فلابد عليه اذا كان الحسنه بعشر امثالها فقارئ القران اعتقد ان السيئه مضاعفه، يحاسب بعشر امثالها يعني، اكثر من اللي يقراها بالعاميه، كتاب الله وبيقرا القران، فلابد ان يعني يقول ما يفعل زي ما يبقى حسابه هو اضعاف. بالظبط، اضعاف. فهل حضرتك كنت بتتعامل مع الناس بتكون حاطط في مخيلتك او في اعتقادك ان انا كقارئ قران لابد ان اكون قدوه تمام في التصرف وفي الكلام والفعل وما الى ذلك، والمعامله الحسنه طبعا، لان انا طبعا بتبع القران يبقى لازم انفذه، لان كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بالظبط، فده لازم اقول اللي انا افعله، لان انا مقتنع بيه وافعله. طبعا انا بعتبر ان حضرتك لما بتقول صوره حد بيطلبها وانت بتكون يعني انت يعني ليك بروجرام او برنامج بتعمله، ده اعتبره من جبر الخواطر برضو ومن التهذيب في المعامله. تمام تمام تمام، ما يبقاش الموضوع تعسفي مثلا، لا مش هقرا الا كذا مثلا كذا يعني، ما يبقاش ايه الواحد متعصب او ايه يعني، ما يكونش الموضوع قصري كده يعني، مش لازم يكون الايه العزاء او الميتم يكون الناس مرضيه بس يعني. طيب بما اننا بنتكلم عن فضل القران الكريم واذا قرا القران فاستمعوا اليه وانصتوا، فاحنا حابين ناخذ حسنات بالاستماع، فاستمعوا له، شكرا على التوضيح، فاستمعوا له وانصتوا، حابين ناخذ ثواب اكبر ومحتاجين نسمع تاني قران كريم. اتفضل. لما الراجل ده جه طلب مني الفاتحة فقرأتها يعني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وانا ملاحظه حضرتك من يعني من بدايه ما كنت بتقرا ما يعني مش ليه مش بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما انا بسمي قبل ما اقرا، لان انا يعني انا لاحظت ما انا في اسوان بقرا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس يعني هنا انا ببدا القراءه على طول. تمام تمام. طيب لو احنا اتكلمنا قلنا مثلا من اهم المشايخ اللي انت بتحب تستمع ليهم او دايما بتشغل مثلا الراديو او التلفزيون على قراءاتهم،
ايه مين؟ طبعا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمه الله، والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي زي ما ذكرت قبل كده، فضيله الشيخ اسماعيل الطنطاوي، الشيخ عبد الفتاح الطروطي، الشيخ محمود صابر. الناس بسم الله ما شاء الله بيقراوا الاحكام صح زي ما ذكرت، يعني الحمد لله ناس افاضل يعني بسم الله ما شاء الله. طيب حضرتك شايف ان قراءه القران لما لها من يعني مش عايزه اقول او استخدم لفظ سلاح ذو حدين، زي ما قلت ان انت ممكن بتاخد حسنات كتيره جدا جدا، الحرف عليه حسنه، وممكن لو ما عملتش بيه بتاخد طبعا سيئات كتيره جدا. فلازم انت بتتعامل مع قراءه القران او اي قارئ قران بيتعامل مع قراءه القران بحكمه شديده، انه بيكون بيراعي كل تصرف بيعمله، كل كلمه بيقولها. المفروض ان هو عنوان للدين يعني، او رجل او القارئ باللبس الزي اللي هو اللي حضرتك لابسه ده، بيدي انطباع يعني، اي تصرف بيعمله بيدي انطباع للي بيشوفوه على الدين كله. يعني ممكن انا لو انا من بره الدين بحكم، ممكن على الدين من خلال قارئ قرآن او من خلال حد بيرتدي هذا الزي. فزي ما قلنا حضرتك بتكون حريص انك تتعامل المعامله الحسنه. طبعا. طيب. قلت لي موقف حصل في احد العزاءات وكان موقف كويس، وانت يعني نفذت الكلام. هل حصل موقف ان انت انفعلت مثلا، او خرجت عن شعورك، او رفضت انك تلبي طلب ما؟ هي ما بتوصلش لدرجه الانفعال يعني. هي مثلا انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت بقرا في سوره النمل ماشي، فقرات وكنت هصدق، كنت هصدق خلاص، فجه صاحب العزاء خد مني المايك وقال لي ما تصدقش بالله عليك، لان في ناس كتير لسه جايه، ناس لسه جايه تعزي من اماكن بعيد من القاهره. كنت انا في ايام في اجد اهليه، كان العزاء دي في اجد اهليه، فقال لي ما تصدقش لان في ناس كتير لسه جايه تعزي وملناش بركه الا انت وما اعرفش ايه والكلام ده كله. فده ما اعرفش، بتبقى مواقف كده يعني سبحان الله، بنحب ننفذ برضه. كنت بقرأ مثلا، ممكن اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كنت هصدق، راح هو واخد مني المايك قال لي ما تصدقش. حضرتك بتحكي يعني ايه ما تصدقش بقى؟ مش يعني ايه ما تخلصش قراءه، لان في ناس جايه لازم تحضر العزاء يعني وانت موجود وكده. تمام يعني فهمتك. يعني هو انت جاي المفروض تصدق، فقال لك كمل ما تصدقش. كمل. وطبعا حضرتك بتضطر تنفذ. طبعا. طيب انا عايز اسالك سؤال مهم. هل طبعا قراءه القران زي ما احنا قلنا اهم حاجه الاحكام، وان انا بقرا القران الكريم كما تيسر او كما انزل يعني بالتشكيل وبالاحكام الصحيحه، بكون حريص على ده. لكن طبعا حلاوه الصوت والاداء اكيد له برضو بيكون له عامل يعني. هل في تدريبات معينه حضرتك بتعملها بحيث انك تحسن من ادائك، تحسن من طبقات صوتك؟ طبعا. تدربها. ايه اللي بتعمله؟ هل التدريبات بتكون يوميه ولا نظامها ايه؟ بقرا طبعا في القران، وطبعا لما اكون مثلا لوحدي فالواحد بياخد راحته اكتر، مثلا بره البيت مثلا في كده يعني بقعد مع نفسي كده، والواحد بيتلو القرآن سبحانه وتعالى مرة واثنين وثلاثة، وبطريقة واثنين وثلاثة، علشان لما يبقى مثلا في مكان
او مستدعي لعزاء او مناسبه ولا اي حاجه يطلع طبعا احسن حاجه. الحمد لله. طيب تمام. طبعا طبعا كل اللي يكونوا قاعدين في ايا كان، سواء مناسبات نجاح زي ما حضرتك قلت او اي مناسبات بيقرا فيها القران، فطبعا كل قاعدين بيستمتعوا بقراءه القران، اولا من حيث طبعا الروحانيات اللي المسلم بيشعر بيها وبيسمع القران الكريم، وفي نفس الوقت كلما كان القارئ بيجيد القران وله من عذابه الصوت ده بيدي برضو يعني احساس اكبر بالروحانيات الحقيقيه. ايوه طبعا طبعا الحمد لله. طيب حضرتك قلت لي انك بتقرا في عزاءات كتيره جدا، مش بس عندك في قريتك ولكن في اماكن مختلفه. طب ده جه ازاي يعني؟ يعني ليه في اماكن مختلفه؟ عرفوك ازاي مثلا؟ والله كنت طبعا جنب مثلا شيخ مستدعي للقراءه، فانا جنب منه، فطبعا اللي بيقدم المشايخ فيقول لي يعرض علي حضرتك تقرا، اقول له ماشي ما فيش مشكله لو 10 دقائق مثلا كذا. فطبعا دي بدايه شهره لاي حد يعني. فانا بستاذن طبعا المقدم بتاع العزاءات، مقدم الشيخ ومقدم بتاع الفراشه ومقدم الاضاءه، المقدم بتاع العزاء يعني. فيقول لي مثلا تقرا، اقول له ان شاء الله ممكن ربع ساعه ممكن 10 دقائق برضو. ده كان في البدايه ولا حاليا؟ في البدايه. لا في البدايه. في البدايه. أيوه. البدايه. الحمد لله. فانا كنت اذكر مره كنت بقرا في بنها، فطبعا جيت كنت بقرا في سوره القصص، فقرات الايه، فهو طلب مني ان انا اصدق لان كان في ناس كتير. تمام. ممكن نقرا؟ اتفضل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. فأنا لقيت الميتم اتملى طبعا، فالراجل جه قال لي صدق، فأنا صدقت ورحت بادئ تاني. ماشي. صدق الله العظيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله. صدق الله العظيم. الحقيقة وقت حلقتنا انتهى يعني خلاص كده بالسرعة دي للاسف الشديد، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى. بشكرك جدا يا فندم، نورتنا. ماشي ماشي، متشكر جدا. اعزائي المشاهدين، ودي كانت حلقتنا من برنامج مع كل الناس. انتظرونا في الاسبوع القادم وحلقه جديده.